السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. دونك الوصفات ديال هاد الأسبوع إن شاء الله هما متعلقين بال دونك بلي شوسون، بحشوات مختلفين. دونك لي شوسون ديال اليوم هما بال دونك بالخضر وكذلك الجمبري أو لي كروفيت. وصفة سهلة بزاف. بالنسبة للعجين فغنعطي لكم الرابط، غنحطو لكم تحت من الفيديو على أساس ديجا مديرة الوصفة ديال تحضير العجين ديال شوسون، أو لا ممكن تحضرهم كذلك بالعجين اللي كنا عطيتها لكم اللي فيها الياغورت طبيعي، تهي تجي مزيانة بالنسبة للشوسون. دونك بالنسبة للمقادير ديال الحشوة غادي نحتاجو دونك الخضرة، غادي نحتاجو القرعة، الجزر وكذلك الفلفل، لي شامبينيون، كلشي ناخدو منه حبة وحدة غادي نحكوهم. غادي نحتاجو 50 غرام ديال الجبن، غادي نحتاجو 50 حتى 100 غرام ديال الجمبري، الفيرميسيل أو الشعرية الصينية، الملح والكركم والفلفل الأسود، وكذلك شوية زبدة وزيت البلدية. دونك بداو على بركة الله في تحضير الوصفة. غادي ناخدو مقلات غادي نشحرو فيها جميع المقادير، غنخليو غير الزبدة اللي غنضيفوها في الأخير مع الشعرية الصينية. دونك تنشحرو الخضره اللي عطيت لكم مع لي شامبينيون مع لي كروفيت، وتنضيفوا عليهم تنسموهم بشويه الملح وشويه الكركم وشي شويه ديال الفلفل الاسود. ممكن تضيفوا القزبر ومعدنوس، ممكن تضيفوا الفلفل الاحمر حار، فعندكم الاختيار. من بعد تنمشيو تنقطعوا هذوك لي فيرميسيل من بعد ما تنديروهم في الماء سخون، وتنسقطروهم وتنضيفوهم على الحشوه اللي تتكون ما غاديش نطيبوها، فقط 10 دقائق ما كاملاش على اساس غير تنشف لينا من الماء ويدخلها شويه طياب، وتنضيف على ديك الحشو ديك الشعريه الصينيه وكذلك الزبده، وتنخليوها تشحر شي شويه، ومن بعد تنضيفوا الجبن المحكوك وتنخلطوا. دونك هذه هي الحشوه، تنخليوها على جنب. بالنسبه للعجين كما قلت لكم فغنوضع لكم الرابط ديال العجين ديال لي شوسون تحت من الفيديو. فهاد العجين انا ضفت عليها القزبر في وسط العجين. دونك تناخذوا العجين تنطلقوها اولا تنبسطوها تنقطعوها دوائر، ومن بعد تنوضعوا فيها قليل من الحشوه اللي حضرتوها، وتنحاولوا نديروا فيها شويه ديال الماء في الجوانب على اساس باش تسد لكم وما تحلش. تنسدوا لي شوسون وتنحاولوا نضغطوا عليها بالفرشات. دونك تنبقاو هكا حتى كنكملوا جميع لي شوسون او لا حتى كنكملوا الحشوه كامله اللي عندنا. تندخلوهم قبل ما ندخلهم الفران تندهنوهم باصفر البيض، وممكن تزينوهم بحبوب ديال الزنجلان او لا ديال الخشخاش اللي هو حبوب البافو، وتندخلهم الفران يكونوا سخان على درجه حراره 180 لمده 20 حتى 30 دقيقه. دونك على حساب تشوفوهم طابوا تحمروا لكم من الجهتين، تنخرجوهم كنتناولوهم سخان بالطبع، ما يكونوش باردين او لا دافين، ما يكونوش باردين. دونك هذه هي الوصفه ديال لي شوسون بالخضر ولي كروفيت. دونك انا ديجا وضعت كنت ديجا دايره لي شوسون وصفه بالخضر كذلك والكفته، غنوضع لكم الرابط ديالها كذلك تحت من او باسفل الفيديو. دونك بالنسبه الوصفه الثانيه غتكون تقريبا دي شوسون ولكن باشكال اخرى وحشوه مختلفه في الفيديو الثاني ان شاء الله. دونك بالنسبه لحشوات اخرى الى بغيتوا مازال حشوات اكثر، بالنسبه لدوك السيده ليلى اللي طلبت مني هذه الوصفات ديال المملحات على اساس دي شوسون يكونوا مالحين، فممكن تدخلي على صفحتنا على الفيسبوك ونعطي لك وصفات اخرى ديال الحشوات نكتبهم لك وتحضريهم في المنزل الا بغيتي تنوعي ب دونك حشوات وحدين اخرين. دونك كنتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو لا فيديو وتشاركوا معنا في القناه. السلام عليكم.